هل كان لديكم خطة في الوزارة لهذه القرارات والتحكم واستبعاد مواد وتنظيم مواد الدراسة وخلافه، أم أن هذه خطة وزير؟ يعني ما تمت عليه دراسات وأبحاث، هل هي أفكار سابقة قام بها السادة الوزراء السابقين، أم أن سيادة الوزير محمد عبد اللطيف هو اللي أتى بمشروعه بفكرته وقرر تنفيذها؟ طيب لا طبعا، يعني خليني طبعا يعني بشكر جدا الاستاذ رفعت والاستاذ حنان النائب المحترم وسيادتك على ما ادللته لي يعني مسبقا. قبل ما ابتدي انا بس حابب انقل تهنئه الوزاره لزمايلنا اكثر من 25,000 معلم بيبتدوا اجراءات استلام العمل من بكره ان شاء الله باذن الله تعالى، اللي اجتازوا المرحله الثانيه من مسابقه ال 30,000 معلم ومن تظلمات المرحله الاولى او الاعاده كان عندهم في المرحله الاولى. ففي ان شاء الله 25,000 معلم بيضافوا الى اشرف مهنه واهم مهنه، وهي مهنه حراسه مستقبل هذا الوطن وتعليم ابنائه. فيعني مرحبا بكم، واحنا بنتشرف بحضراتكم تنضموا لينا زملاء اعزاء في وزاره التربيه والتعليم. يا اهلا وسهلا بيهم. دكتور ايمن، دول فيهم اللي كانوا في المرحله الثانيه اللي بقوا من المرحله الاولى؟ لا، المرحلة الثانية كانت مرحلة تقدم جديدة خالص، تقدم بيها 30,000 واحد، والمرحلة الأولى كان في بعضهم حصل إرجاء نتيجة عدم اجتياز وتم إعادة الاختبار بتاعتهم، وجزء كبير جدا منهم اجتاز وبدأت إجراءات تعيينه. بكرة إن شاء الله زمايلنا هيتوجهوا للمديريات التعليمية المختلفة يبتدوا يسلموا مصوغات تعيينهم وورقهم عشان يبقوا موجودين معانا بإذن الله في بداية العام الدراسي. رائع. نعود للسؤال. تماما. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه، مستقبل هذا الوطن المتمثل في ابنائه، لو حد يتصور ان ممكن حد يلعب فيه بناء على اهواء او اراء شخصيه فده خطا، لان نعمل كده مجرم لا يستحق انه يبقى موجود اصلا في هذا المجتمع. في الناحيه الثانيه اللي برضه يتخيل ان ممكن يبقى فيه متغيرات تؤدي الى ان العمليه التعليميه لا تتم بالشكل المطلوب ويقف مكتوف اليد ويقول انا هستنى لما احل المشاكل الرئيسيه واعين 250,000 او 250,000 فصل واعين 450,000 مدرس، ايضا هو مجرم لا يستحق مكان. فالحقيقه احنا لما يعني هذا الشعب العظيم اولانا المسؤوليه وتحملنا هذه المسؤوليه واقسمنا اليمين السوريه من سياده الرئيس وبدانا نشتغل في وزاره التربيه والتعليم، احنا اشتغلنا على استراتيجيه الدوله اللي محطوطه ومعلنه اللي بدأت لمجهودات ضخمة من زملائنا السابقين في كل نوعيات التعليم سواء التعليم العام أو التعليم الفني، وبدأ تطبيقها بالفعل فيما يسمى الجيل الثاني من التعليم Education 2.0 اللي بدأ تطبيقه على طلبة سنة أولى ابتدائي في 2018، ولادنا دول اللي خلصوا سنة ستة ابتدائي العام الماضي من خلال الإعدادي كمان أسبوعين. الحقيقة إحنا استكملنا هذا العمل، لكن لما بدأنا نشتغل لقينا في تحديات شديدة الضخامة بتتمثل في يمكن ثلاث تحديات رئيسيه كلنا عارفينهم: الكثافات العاليه جدا في بعض المناطق اللي وصلت فوق ال 200 طالب في الفصل، وده رقم مستحيل تحقيقه لان ما فيش اصلا فراغ في فصل يسع ان في 200 بني ادم يدخلوا وقوفا حتى فيها، يعني في شويه من الولاد مش هيعرفوا يدخلوا من باب الفصل اصلا. ثم العجز الشديد في المعلمين اللي حضرتك عارف ان احنا كان عندنا يعني تخصصات تعاني من عجز رهيب في المعلمين ومفيش معلمين موجودين، ده يمكن احد الاسباب اللي بتاثر على الكثافه، لان ممكن تكون مدرسه فيها فصول فارغه لكن كان بيضطر مدير المدرسه انه يضم فصلين وثلاثه مع بعض عشان يلاقي لهم مدرس يمثلهم. وبعد كده طبعا ده ادى الى غياب شديد في المدارس، الاولاد ما بتروحش، المدرسين ما بيدرسوش، استشراء ظاهره الدروس الخصوصيه والمدارس، لان ببساطه طالما مفيش تعليم في المدرسه حقيقي ذو جوده ولي الامر طبيعي هيروح يدور على مكان ياخد فيه الخدمه التعليميه، حتى لو كان السنتر وحتى لو كان السنتر ده فيه عشرات ومئات الطلبه بزياده وقصه الكثافه ما بتبقاش مشكله، لكن طبعا لان السنتر هنا الحقيقه لا يقدم خدمه التعليم ولا التربيه لكن بيقدم خدمه اخرى، يعني بتخلي الاولاد يمكن ينشنوا شويه في الامتحانات او يجتازوا الامتحانات دون تعليم حقيقي. زائد يعني مشاكل اخرى موجوده في هيكل التعليم كانت في هذه الاسس. فالحقيقه احنا لما بدانا نشتغل احنا اشتغلنا على الخطه الاستراتيجيه بتاعت الوزاره في التطوير اللي محطوطه ومعلنه زي ما قلت لحضرتك من 2018، احنا ما استحدثناش حاجه جديده في الاستراتيجيه بتاعتنا، لكن بدانا نطبق ونشوف ايه اللي موجود دلوقتي ونقدر نطبقه وادواته متوفره.
وبدأنا نشتغل على مجموعة من القرارات. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل القرارات اللي إحنا بناخدها يمكن بتبان إن هي كتيرة وسريعة، هي حزمة على بعضها، حزمة من القرارات، كل قرار بيخدم التاني، وما ينفعش تنفيذ واحد من غير التاني ما يكون موجود. فاشتغلنا أول حاجة على فك الكثافات، وده كان عن طريق إن إحنا نبتدي نشوف آليات عملية. طبعا احنا مستمرين مع هيئة الأبنية التعليمية اللي زادت موازنتها السنة دي بثلاث أضعاف موازنتها السنة اللي فاتت. موازنة هيئة الأبنية التعليمية تاني السنة دي بثلاث أضعاف موازنتها السنة اللي فاتت عشان نسرع في بناء المدارس والفصول الجديدة، لأن احنا محتاجين، نحن أمة تنمو وفضل سبحانه وتعالى علينا إن احنا أمة شابة وعندنا شباب كتير وأولاد كتير محتاجين يتعلموا. لكن في نفس الوقت احنا لا نستطيع ان احنا ننتظر حتى بناء المدارس، والا هنفقد اجيال مش هتتعلم. طيب دكتور ايمن، قبل ما ادخل في التفاصيل، انا هدخل مع حضرتك تفصيله تفصيله، لكن الجزء كان في سؤالي خاص، هل هذه خطه وزاره مسبقه جه الوزير ولقاها فاضاف اليها، ام انها هذا مشروع وزير اتى بفكره وجاي اقتنعت بيه وبتنفذه؟ لا، هو اولا هي خطه استراتيجيه ثابته للوزاره الدوليه المصريه لحد 2030، ما بنغيرش في الاستراتيجيات. كل اللي بنعمله بنشتغل في الاجراءات. طب الاجراءات دي كانت ازاي؟ الاجراءات ديت جايه من رفع واقع على الارض. احنا ما خدناش الاجراءات دي من مزاجنا. احنا حضرتك عارف ان احنا زورنا اكثر من 15 محافظه، قعدنا مع 230 مدير اداره من 300 مدير اداره، كل مديرين المديريات، كل قيادات التعليم، زمايلنا في مركز البحوث التربويه والتنميه اللي فيها 120 استاذ من اساتذه كليه التربيه، قيادات الوزاره. احنا بدانا ندرس ونشتغل وناخد القرارات الملائمه في الظروف الحاليه. فالحقيقه هو مش قرار منفرد ولا هو خطه منفرده او عرضت ووافقنا عليها. انا شخصيا برضو لما كنت في وزاره التربيه والتعليم انا يعني برضو كلفت بمسؤوليه نيابه الوزاره مع معالي الوزير في نفس الوقت. وبالتالي هي الفكره هنا ان احنا بندرس ونشتغل كتيم وورك، و كل الاجراءات والحلول والقرارات اللي طالعه ديت هي مستمده من اراء زمايلنا مدير المدارس ومدير الادارات ومدير المديريات ورجال التعليم على الارض. طيب